السلام عليكم. يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليس كثرة الكلام. فارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد الناس كلهم، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. واعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام هو أحد مظاهر الضعف. إياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في قلوب إلا علام الغيوب، ولا يتواضع إلا من كان أصيلا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. فاملك من الدنيا ما شئت، لكنك ستخرج منها كما جئت. وازرع داخل الجميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما، وإذا كانت قدماك تترك أثرا في الأرض فلسانك يترك أثرا في القلب. فهنيئا لمن يحرص على أن لا يظلم أحدا، ولا يجرح أحدا، ولا يغتاب أحدا، ولا يرى نفسه أفضل من أحد. فكلنا راحلون، فاللهم ارزقنا طيبة الصحبة وصفاء النفس وحسن الخاتمة. فأيها الإخوة، والله سنرحل قريبا وسيبقى الأثر، فاحرص على ترك أثر طيب. السلام عليكم.